نسأل الله تكون أيامكم كلها خير وصحة وسلامة. اليوم راح ناخذ فكرة عن المنشآت الحديدية الهيكلية أو الستيل تراس اللي بنستخدمها في الأبراج الكهربائية والجانتري. راح نعطيكم فكرة عنها وأرجو إنه يكون فيها شيء فائدي لكم وللجميع، وبعض الاستفسارات والأسئلة ممكن نناقشها ونجاوب عليها بالمناقشة. نبين بعض الصور. رح ناخذ بعض الصور للجانترين. رح اليوم نحكي شوي عن الجانترين. لاحظوا معي هون هذا شكل الجانتري. الجانتري بتاخد عدة أشكال، وهي عبارة عن نقطة الوصل، خلينا نسميها بين نهاية خط الأوفرهيد لاين، أوفرهيد ترانسميشن لاين والمحطة. نشوف كيف إلى أشكال. لاحظوا هاي تقريبا شبيهة بميسانا اللي راح ناخده، هاي ثاني، وهي الشكل الثالث أيضا كيفه شكل الجانتري مع خط الضغط العالي. نحن ممكن نقول ضغط عالي أو overhead line هو خطوط التوتر الكهربائية. بنشوف بمثالنا نحن الجانتري lattice steel structure gantry، طبعا ما هي محللة، دائما ببرنامج استاد ومعظم البرامج، ومثل ما نعرف ان المنشآت الشبكية او اللات ستيل ستراكشر هي عبارة عن منشآت تخضع لقوة ضاغطة وقوة شادة ولا تتحمل اي عزوم، لكن في الواقع هناك بعض العزوم سوف تأخذها هذه العناصر. كيف بنميز العناصر اللي لا تخضع لعزم من العناصر الغير خاضعة، وكيف ممكن نعرفها في المنشأ؟ راح فرجيكم شغلة بسيطة بالسبيسيفيكيشن. لاحظوا معي إذا منبر تراس، لاحظوا معي العناصر الشبكية، معرفينها كلياتها عناصر شبكية. العناصر اللي ما هي معرفة، إذا عملنا زوم على بعض المناطق بنلاحظ إن العناصر الرئيسية، لاحظوا معي هي ما هي معرفة شبكية حتى لو أخذنا بالمنبر تراس الثاني. إذا العناصر هاي الوتر العلوي والسفلي ما هو معرف على أساس إنه شبكي. وإذا رحنا للتور أيضا، أخذنا بجسم التور من نزوم على جسم التور، بنلاحظ لاحظوا معي مع الماوس إن هالعناصر هاي غير معرفة شبكيا. إذا ما عرفناها شبكيا أو قلنا هي عبارة عن منبر ترس عرفناها، راح تاخذ جزء من الحمولات. لازم ننتبه لشغله بتعريف، نحن طبعا عم نحكي ببرنامج استاد والبرامج الثانية إلى نفس المبدأ. إذا عملت استاد سبيس أيضا الملف هو ملف استاد ومنشأ فراغي. إذا بقول ترس هون بختلف معي، إذا بحط ترس عفوا، إذا بقول ترس بهالحالة عرفت كل العناصر، عرفتها شبكية، وبالتالي إذا في عنصر تعرض لعزم ممكن ينهار العنصر وبالتالي المنشأ. لذلك نحن بنعرف المنشأ على أساس إنه سبيس، والعناصر الشبكية بتضل شبكية طبعا لأن عملنا سيف، راح يرجع يعمل تحقيق للمقطع إذا في ايرور بطلع معنا، ما في ايرور مليح. نرجع للشكل، إذا عناصر معرفة منبر تراس، طبعا بده هايلايت مشان نعطي هايلايت، الساين جيومتري بيعطينا العناصر اللي معرفينها شبكية والعناصر اللي ما معرفينها تتحمل عزوم. لازم ننتبه أيضا لشغلة وهي بهمنا كتير، هي عامل الطول الفعال. لاحظوا معي هالعنصر هذا الموصول من هالعقدة للعقدة الثانية،
الطول هذا ما هو سؤال، ما هو عامل الطول الفعال لهذا العنصر؟ خلينا نسميه عنصر واحد. وفي عنا أيضا هذا العنصر الثاني، ما هو الطول الفعال؟ وفي عنا هذا العنصر، ما هو الطول الفعال؟ السؤال أيضا إن الطول الفعال بالعناصر الشبكية متى يعتبر مساقة؟ وساقة الكي تساوي نصف. متى يعتبر مسند ووساقة؟ ومتى يعتبر متمفصل من الطرفين؟ هي أسئلة راح نناقشها ونجاوب عليها بالمناقشة. إذن كتير كتير مهم نعرف هالأمور بالمنشأ، ونعرف كيف بتصل عناصر المنشأ مع بعض، لأن أي عملية خلل بالتعريف دائما بتعطيك ايرور وورنينجز في البرنامج، وبدها وقت كتير لنحلها. إذا رحنا لموضوع الحمولات، طبعا السبورت هون عندنا سمبل سبورت بيم، أحيانا بمنشآت السبيس فريم تراس بنعرف المساند على أنها سمبل سبورت بيم، لكن بيطلع عندك فشل وعدم استقرار في المنشأ. في بعض التحايل نحن بنسميه على البرنامج أو على المنشأ بنسمي فيكست بات، يعني بنقول له هذه العقدة موثوقة لكن لا تتحمل عزوم بالاتجاهات الثلاثي. هون بتعرف عليها كأني موثوقة، وكتير من الورنينج والإيرور بتختفي معك وبتصمم منشأك. إذا نجي ننتقل للحمولات. عنا حمولات، طبعا هاي الحمولات بناخذها من دراسة الأبراج سيلف ويت لكل المنشأ، الهاي ويند لود حمولات الرياح. إذا ردنا نشوف شكل حمولات الرياح على منشأ، لاحظوا معي المنطقة الخضراء مطبقين الرياح على هذا الشكل، لاحظوا معي بمنطقة ثانية على هذا باتجاه زد. وعنا طبعا هون بأعلى الجانتري هي عبارة عن حمولات الكيبل الفايبر أوبتيك، وعندي لاحظوا معي هون حمولات الكيبل أو الكارنت التيار اللي جاي من الأبراج الكهربائية، ومن هون بينزل على المحطة. إذا هذا بشكل مختصر. إذا عملنا رن أناليسز للبرنامج لنشوف إذا بيعطيني عناصر فيها خطأ أو ما فيها خطأ لهذا المنشأ. حتى الآن ايرور 0 0 warning 0 شيء جيد. الايرور في مشكلة عندك لازم تحلها. الورنينجز شو بيعني بالورنينجز؟ إذا لاحظوا هون عندي، إذا تابعتوا معي الماوس عندي warning، عندي ايرورز، عندي warnings، وعندي notes. النوتس والورنينجز يعني هي عبارة عن ملاحظات بيعطيك اياها، بيقول لك اتأكد من الشغلة الفلانية، إذا كذا كذا حلها. يعني هي عبارة عن تلميحات وتنبيهات لك. أما الايرورز خلص خطأ، في عندك خطأ أنت بالمنشأ لازم تحلو. لاحظوا معي صفر ايرورز صفر وورنينجز وان نوت، الموضوع معناته جيد 100%. طبعا الجانتري هاي مثل ما نلاحظين، لو جينا على الاوتبوت نبحث عن اذا في عندي عنصر فاشل بنقول له فيل. في عندي عنصر فاشل، لاحظوا معي، بعدين عنصر ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر 11 12 13 14. إذن العنصر فاشل. طبعا هالعناصر الفاشلة أنت عاطيك هو السكشن، نحن السكشن من يوروب سكشن، والتصميم تم وفق الأمريكان ستيل سوسايتي إنجينيرينج أو الهندسة المدنية. بيعطيك الفقرة حسب الكود ASCE واللي تم عليها، وليش فيل هو 19.3، والعنصر بيقول لك فيل لأنه compression بذكر لك يعني. إذا بتروح منلاحظ هون عندك باس 14.0% وباس. إذا بيعطيك الكود بشرح لك الفقرة
او عفوا الريزلت بتعطيك الفقره، بيعطيك عندك السكشن، بيعطي الكود والفقره اللي حسبنا عليها واللي فشل، والباس او ما باس، باثا بالانجليزي مو باس ما باس، الله يرضى عليكم. بنلاحظ الريشيو هون 1.035، لاحظوا الفشل بنسبه قليله جدا جدا، لكن ما عليك، ممكن تزيد سبورت، ممكن تقصر مسافه بتحل هذا الموضوع. اذا عملنا ريندر للمنشأة الشبكية بنلاحظ عنا كيف المنشأ الجانتري شكله حلو، وانا بحبه كتير، شكله هيك حلو جانتري لاتسي ستراكشر. اذا شفنا ابعاد هالجانتري هي اللي نحن عم نصممها ونشوف نطلع الارتفاع الكلي 30 متر ما شاء الله، يعني عندنا بحدود 10 ادوار ارتفاع. السبان من السنتر للسنتر 26 متر 26 متر، السبان باتجاه الثاني 20 متر. اذا هذا المنشأ. اذا رحنا لمثال ثاني بنشوف مثال ثاني جانتري عادية، طبعا مو دبل جانتري وحدة، بنفرجيكم نتائج التصميم، هذيك طبعا بدها تعديل. نعمل رن، نفس الشيء 0 warning 0 errors 1 notes، نقول له دن، نجي لا الاوتبوت فايل نقول له فيل سيرش سترينج نوت فاوند، معناتها ما عندي اي عنصر فيل، نقول له باس. باس كل العناصر، باس يعني مرت بنجاح في كومبريشن في تنشن، يعطيك البرنامج استاد العنصر اذا كانه مشدود الا مضغوط، وبيعطيك لاحظوا كومبريشن، وبيعطيك الفقره بالتصميم اللي صمم عليها، وبيعطيك مقياس كل عنصر. اذا هذا منشأنا ودرسنا، او خلينا نقول ملاحظات، ارجو ان يكون فيها فائده ويكون استفدنا من درس او من عدم عفوا من البرزنتيشن اليوم، وشكرا لكم.